لأن سعوا بعلي من المسجد الأعظم من محرابه في المسجد إلى محرابه في البيت. صلاة من جلوس ما يقدر يصلي. قولون يوم طاح في المحراب، يوم طاح في المحراب يقولون أخذ قبضة من تراب وضعه على الجرح، ما وقف الدم، ما وقف الدم. يوم بيوم يا علي هناك في الخندق وقف الدم، سماك النبي أبو تراب، أبا تراب، بس الليلة ما يوقف يا علي. ولو وقف سيف الرجس كان مسموم. أيوة سيدة لا تبخل، ترى قلت لك بالأمس انت خارج الحسينية وخارج المأتم يو تصرخ بسوق تمشي شارع تمشي قل هذا مجنون، لكن هنا اذا تصرخ وتنادي وعلي اعقل العقلاء، اعقل العقلاء اذا تنادي يا علي وتبكي على علي، لان انت تواسي رسول الله وفاطمة وحسن حسين وزينب وابن الاربعة عشر سنة عباس عباس. إيه لا تبخل، كبار ربون، آباءنا ربون، وتربينا وتربيتم في هذه المجالس، وانتوا انتوا لكم خصوصية، يعني انا قلت لك البارح انتوا لكم خصوصية، هالديرة هاي عندك خصوصية ورثتونا لأبنائكم ونشئكم هؤلاء امامي قاعدين، الله يطول اعماركم جميعا. يلا طرقنا الباب، طلع لنا منه محمد بن الحنفية، شلون احوال ابوك؟ شلون ابوك يا ابو جاسم؟ شلونه؟ شلون احواله؟ شلون الطبرة والجراحة؟ يقولون الجراحة وصلت الى الدماغ، صحيح؟ قال محمد بن الحنفية بتنا ليلة 20 مع ابينا امير المؤمنين وقد سرى السم في جميع بدنه، قدمنا له المشروب والمأكول فلم يشرب إلا بما يتقوى بقدر ما يتقوى به على جراحته، ولا يأكل إلا بقدر ما يتقوى به على جراحته، حتى عرضنا عليه 12 طبيبا، كل واحد من الأطباء يفتح جراحة علي يطرق إلى الأرض وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة يعني، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يريد يطلع الطبيب 12، وقفك أني محمد بن الحنفية وقفه، قال وين رايح؟ قال طالع ما كشفت لنا، قال ماكو، أيسوا من أبوكم؟ ماكو، ما يقوم، جراحة وصلت، الضربة وصلت إلى الدماغ، ما ندري، ما نقدر نكتشف. فكر ابو محمد سوي شارة لعلي خليه يقوم. جت زينب قالت له قوم ابو محمد قوم شوف لنا طبيب. فحثوا اذا اثير بن عمرو بن هانئ السكوني، طبيب حاذق حكيم استاذ يعرف، جابوه. يوم دخل قال اكشفوا لي جراحة ابيكم علي، كشفوا الجراحة، نظر الى الجراحة، نظفها، قال ما أقدر. شلون ما تقدر؟ سوي شارة، سوي شارة لا تكسر قلوبنا. قال علي بشات تذبح وتستخرج من رئتها عرق حار، عرق حار يستخرج وجيبوه. ذبحوا الشات، استخرجوا من رئة الشات عرق حار، عرق عرق هذا استخرج، جابوه جابوه وضعه على جراحة علي، وعيون أولاد علي وعيني وعينك وقلبي وقلبك متوجه هناك بعين القلب والبصيرة. بس قبل من انت ما تنظر إلى هذا الطبيب صح ونادي وعليا، وضع العرق بعد ما نظف الجراحة وجعل أستاذ حكيم حاذق جعل ينفخ في ذلك العرق، ينفخ 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 حتى التحق شيء من دماغ وبياض دماغ علي على العرق،
وإذا رجع على الوراء أثير بن عمر أنا والله مطلوب من عندي ترى مطلوب من عندي أفصل لك المعنى هذا. رجع للوراء قال له أبو محمد إيش صاير يا ابن عمر إيش صاير يا طبيب؟ قال مشكل قضية مشكل. شنو صاير؟ يقول رأيت شيئا من دماغ أبيك كالقطن علق على العرق. شاف في اصفرار قال الضربة الضربة مسمومة سيف مسموم. قل شا اقول جابوني حتى اكتشف لهم القضية الان شا اقول اطلعوا ما قلت لهم شيء. يقول التفت امامي الحسن امامي الحسين محمد التفت لاولاد علي شوية زاوية هناك واحد طفل واقف عمره 14 سنة ابو فاضل. قل ايش اسوي بيه الآن؟ لازم يقول لهم قل عمت لعلي علي شوية يتحمل هاي أولاده. قلت له يا علي احد عهدك فإن سيف الرجس مسموم. ضج أبناء علي وأبتاه وعلي حبيبي بن عمر صاحب الإمام علي من أصحابه قال أردت أن أرفع ما كان من كلام أثير بن عمر. عمدت إلى علي قلت له يا علي إن نفحة الهجير لا تجفف البحر الخضر والليث يبرى إذا من خدش وأنت أبو الأسود يا علي تأبو الأسود تقوم واللوذ بظلك يا علي وأولادك يلوذون بعباءتك بناتك أولادك الأمة. التفت إلي رمقني بطرفه قال هيهات يا ابن عمرو لقد قضي القضاء هيهات يا ابن عمرو خلص وصلت القضية إلى أولاده وضجوا وأبتاه وعليا سرعان ما وصلت الضجة إلى النساء وإذا بالباب تطرق جاء الحسن قالت يا نور العين سولف للطبيب إيش قال لك يا نور العين سولف لي طبيب إيش قال لك عنه يا الله حبيبي صوتك صوتك أريد صوتك وياي يا نور العين سولف لي طبيب إيش قالك عنه أبونا إن شاء الله سالم من صوابه ويقوم وإذا بالحسن انبرى إليها قال هل حسن يا زينب ابن ابونا قطعي الظنه الطبيب الشاف ابونا يقول ابوكم قرب رحيله صحت وويلاه وابتاه بجت والعايله تبكي يا ويلي وداير عليها بجت عين المجد يا عين ما تبكي البواجيها قعد عدغ الحسن قصده يصبرها ويسليها لا يسمع ابونا بجاج ابونا حاله ثقيله شويه شويه قالت يا عقلي نطلب من الله السلامه ويقوم ابو الحسن ينوي تممص بعد بعد ما صار بعد بعد وصل صوتك الى الكوفة الى علي طمن قلب علي على زينب عاد طمن قلب امير المؤمنين طمن قلب زينب قالت يا عقلي نطلب من الله السلام ويقوم ابو الحسن ينوي تممص ونعيد بزينة ولا نعيد يتا قال هيا ثكل العيد لا تترك بين وويلا يا اختي يا زينب كان عيد تعيدش يوم اللي يوصل هالخبر أبرك العي واحنا عقب ليلة ويوم ونصبحيت وياي عند الفجر كهف العرى ملتف قديد
صاحت حسب عيد البله يا قرة العلا بالموت لا تفاول على عز المسل خويا اسم الله على كهف العرامل والمساء لا قال الله يا حسن نفقد ابونا اين الصارخون وعليا بينما هي تخاطب اخاها ابا محمد واذا بعلي قد افاق من غشوته توجه بالانظار الى زينب بني زينب الي الي قالت ما تقدر يا ابويا ما تقدر يا ابويا فتح عيونه المرتضى والدمع يجري يلا بعد يلا عاد ابكي على عليه وصل صوتك خلي الملائكة يرفعون صوتك هاولك الأجر والثواب فتح عيونه المرتضى والدمع يجري وقالها يا زينب بالنجف محفور قالت يا ابو الحسنين بعدك كيف صبر يا هو عقب عينك يردنا للمدينة يا ليلة العشرين يا ليلة العشرين رمضان ورزاياها يا ليلة العشرين رمضان ورزاياها سمت ضربة القشرة سرى وتعذر دواها يا ليلة العشرين رمضان ورزاياها يا ليلة العشرين رمضان ورزا يا خي يا ض... بعد صوتك يا ليلة العشرين ملطم ملطم يا ليلة العشرين رمضان ورزا يا خي يا ليلة العشرين رمضان ورزا يا غي يا ليلة ثلاث ضربات ها يا ليلة العشرين جابوا له جراحي اثنا عشو اجتمعه وبداره كل من عاين الطبرة بطبه حارة افكارة علي يغشى علي ويفيك والسم غيار انواره علي يغشى علي ويفيك والسم غيار انواره ثير العارف علتها صومت ودموع اجراغه يا ليلة العشرين يا ليلة العشرين احنا يخاطب الكرار لكن زايد غمومه قل انفص مات العروه بحظ ضربه المشومه تراها وصلت دماغك يا داحي الباب مسمومه قل اللي قيلت معلوم هذه ضربه اشقاها يا ليله حسن وحسين تجوله عن يمينه وعن شماله علي 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 حسن وحسين تجوله عن يمينه وعن شماله تحوم الناس حول البيت تتنشد عن حواله تحوم الناس حول البيت تتنشد عن حواله
وأولادتي حنيما وتصب دموعها مالة وأولادتي حن حولة وتصب دموعها مالة حرمة ساعة وداعة دانت يما بيتماغة آيالة صدني وعاين الزينب ولنا تشيل دمعتها تخفي الناحب ومجلثوم مخنوقة يبعبرتها مديدة على الحورة يضمغة وبادت نحبتها تفتت يم تفت يمها تفت يمها يسلي غير شدني ببيش سلاغة آياله يا ليلة العشرين يقلع يا بنات الزغرة بنوحك لا تشعبيني جدك نزل بالأملاك يا حوريتي لقوني الله يساعدك بويا الله يساعدك بويا بعد ليلة وتفقدوني الله يساعدك بويا بعد ليلة وتفقدوني كل مسألة عندي واريد افتيغ معناها آياله أم أيمن تخبرني بمصيبة تستي علي قلها ودمعي تغلت قلها ودمعي تغلت كبدة غيدت ملهوبة تيجين بهالبلد حسرة يا بنت الطهر مسلي تجين الحل تجين الحل بلد حسرة يا بنت الطهر مسلوبة روس خويتج فوق رماح محمول الباغا يا آياله اصرخ عليا وعليا 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 عليا